السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المتابعين الكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملة لكم النهاردة فيديو الرقاق الناشف، وطبعا زي ما انتم سامعين الصوت وهو بيتكسر زي الرقاق الجاهز بالظبط. وده شكله طبعا، يا رب يعجبكم. والوصفة بتاعته بسيطة جدا، وأسهل أسهل وصفة عجين في الدنيا بصراحة، هي وصفة الرقاق. هنشوف المقادير مع بعض دلوقتي. أول حاجة هنحتاج ل4 كوبايات دقيق، 1 معلقة ملح كبيرة 15 ملي جرام. 4 كوبايات دي يعني حوالي نص كيس بالظبط، نص كيلو. ومعلقة ملح كبيرة، والمية هيحتاج ل1.25 كوباية بالظبط للعجن. بعد طبعا ما اكون قلبت الملح مع الدقيق، ما بنحتاجش بقى ولا البيكنج باودر ولا الخميرة ولا اي حاجة، هي العجينة كده سهلة جدا. هعجنها طبعا زي ما انتوا شايفين لحد ما العجينة تتلم معايا خالص. وبعد ما العجينة تكون خلاص مسكت بعضها وتلمت، بحط معلقة زيت 15 ملي جرام برضو بس، واقوم لما العجينة واحطها على مكان العجن عشان اقطعها. وبنفس طريقة طبعا العجن اللي انا عملتها في كذا فيديو قبل كده، بعد ما اديهم بقى برضو عجنتين كده صغيرين، بقوم فرداها عاملاها كده بالطول، وبقطعها كم قطعة كده متساوية. هقطعها حوالي 11 قطعة، ولما بلاقي قطعة كبيرة شوية باخد منها حبة واكملهم مع قطعة تانية بس. وهقوم خليهم في البولة، وبعدين أبدأ أعملهم دايرات صغيرة وأفردها. في عندي بقى طريقتين للفرد، طريقة منهم بفرد كل واحدة لوحدها زي ما انتوا شفتوا كده، وبقوم حاطة الدقيق وأفرد اللي بعدها وأقوم حطها فوقيها عشان ما تلزقش طبعا لما اجي ايه اسويهم على البوتاجاز. دي اول طريقة. تمام، الطريقة التانية بقى هتشوفوها. الطريقة التانية دي بقى بسوي اتنين، يعني بفرد اتنين فوق بعض، بفردهم عشان يبقوا رقاقتين مع بعض في وقت واحد، يعني بكسب وقت. وبعد كده بقى هلم كل الوحايد الموجودين، الكرات الموجودة، واقوم فردهم مرة واحدة. وهتشوفوا الطريقة طبعا باحتراف، طريقة جميلة جدا، وهعرفكم ازاي تعملوه من غير ما يلزقوا في بعض. اهو زي ما انتوا شايفين دول اتنين بس، بعد كده الباقي كله هفرده مرة واحدة. نكسب وقت، يعني احنا في رمضان والوقت بيبقى أزف، بيخلص بسرعة، بنلاقي الأذان هيدن، ومثلا احنا مستعجلين عايزين نلحق نطبخ وكده عشان الناس ما تزعلش بقى، وحرام صايمين وكده يعني. بس شوفوا بقى الطريقة التانية. هاخد ادي اول واحدة، طبعا الجوانتي بيلخم، انا قلت خليه في ايد واحدة برضو لخمني فشلته خالص. ودي التانية، بحط الدقيق بينهم عشان ما يلزقوش. تمام، طبعا الكلام ده للمبتدئات، طبعا اللي عارفين الكلام ده يعني مش محتاجين ان انا اعرفه لهم. دي كده برضو حطيت اتنين بس،
يعني انا بجرب معاكم كل الطرق للمبتدئات عشان يعرفوا، وطريقة التدوير انتوا شايفينها، وانا بفردها كده بالنشابة، بدور ايدي بطريقة بتكة بسيطة كده، بيقوم مديني شكل الدوائر. يعني بتحاولي تضغطي ايدك على اليمين شوية وبعد كده على الشمال شوية، بتلاقي العجينة بتلف معاكي فبتديكي شكل الدايرة. وكده دول الوحدتين خلصتهم، يعني فردتهم خلاص، خليتهم بقوا رقيقين خالص، بس بأكد عليهم. وهبدأ اعمل لكم بقى الطريقة الثالثة، هلم كل الكرات اللي انا عملتها هحطها فوق بعضها، وبين كل كرة وكرة حبة دقيق كويسين عشان ما يلزقوش في بعض، يعني اتاكد ان هم مش هيلزقوا في بعض. وهبدا افردهم مره واحده عشان خاطر اكسب وقت، لان كل الكلام ده الواحد بيعمله قبل الفطار، يعني لو الواحده تعمليه احسن قبلها بيوم تجهزيه افضل لك، لكن انا صورت كل ده كان قبل الفطار، بس الحمد لله لحقت خلصته الحمد لله قبل الاذان ما يدن. بس زي ما انتم شايفين اهو بيتفردوا وما بيلزقوش في بعض ولا اي حاجه. هأكد عليهم بس كده كمان قبل ما اخدهم على البوتاجاز عشان اسويهم، يعني ده تأكيدة بسيطة كده عشان عايزاهم يكونوا رقيقين قوي. وبعد خلاص ما خلصتهم كلهم هاخدهم بقى على النار، هكون مجهزة الصينية هسخنها خالص، واقوم حاطة فيها الرقاق واحدة واحدة، وزي ما انتوا شايفينه سبحان الله عاملاه بدون ولا خميرة بيرة ولا بيكنج باودر، وبرضو بيقب. يعني بيتنفخ كده زي العيش، انا استغربت واحدة اتنفخت خالص زي العيش البلدي، قلت سبحان الله في العيش البلدي بنحط خميرة بيرة وبيكنج باودر، وبرضو ساعات بيجنننا عشان ينفخ ده لوحده كده، لقيته بيقب وكده. بس طبعا يعني المفروض ان انا كنت اعمله في طاسة اكبر، بس مش مشكلة عشان كنت مستعجلة اللي جهزتها وخلاص، وقلت اكمل التصوير بيها. فانتي الافضل ان انتي تعمليها على في طاسة اكبر من كده، يعني افضل، او يا ريت في الصاج بتاع الفرن يكون احسن برضو. اهو شايفين بيعمل فقاقيع زي عيش التورتيلا برضو، زي العيش البلدي، بس طبعا العيش البلدي المفروض بينفخ خالص، ده بيبقى اجزاء منه بس اللي بتعمل فقاقيع زي التورتيلا، بس سهل جدا. وزي ما انتم شايفينه اهو، اهو شايفين دي اتنفخت ازاي من جنب واحد، وفي واحدة هتتنفخ كلها. ونفس طعم الرقاق اللي بنشتريه في العلب الجاهزة وكل حاجة، يعني انا جربته وعملته باللحمة المفرومة. ان شاء الله بقى اصور لكم فيديو تاني برضه اعمله باللحمة المفرومة زي الفيديو القديم. اهو شايفين بتتنفخ ازاي، بس وسهل وبسيط. وهتشوفوه معايا لما اطلعه. طبعا انا حطيت لكم التصوير لما طلعته في اول الفيديو، اهو شايفين جميل ازاي. يا ريت بقى لو عجبكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك، ولو عجبكم طبعا شيروه لاصدقائكم ولاهلكم وكده، عشان الكل يستفاد، بالذات للمبتدئات اللي ما عملوش قبل كده، اعمليه بقلب قوي هيستوي معاكي وهيبقى زي الفل، ما تحتاجيش تشتري رقاق من بره، هتبقى عاملاه بايديكي ما تعرفيش مين مسكه غيرك، انت كده هتبقي متاكده ان انت بس اللي مسكتيه بايديكي، وتاكلي وانت مطمنه من غير ما تقرفي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.